السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الفيديو التوضيحي بخصوص مولود جديد في عائلة تعليمكم، واللي هو إصدار جديد اسم سهام حداد تعليمكم، كتاب رائع جدا في العلوم الطبيعة والحياة من دار غنية عن التعريف، واللي هي دار التحدي، سلسلة ولا أروع، سلسلة نجباء التحدي، فيها ماشي غير علوم الطبيعة والحياة وإنما جميع المواد، وفيها حتى المستويات من أولى متوسط إلى الرابعة متوسط، سلسلة ولا أروع. في هذا الكتاب بإذن الله راح نفهمكم وش حتلقوا فيه. حتلقوا فيه أكثر من 75 تمرين ووضعية إدماجية مع الحلول الكاملة مع احترام المنهجية. فيه ملخص شامل لكل المقاطع التعليمية، الملخص هذا ولا أروع. هذا الملخص طبعا بعد ما يفهم التلميذ الدرس تاعو ويلحق الى مرحلة تثبيت الفهم، معناتها يروح يحل بعض التمارين وبعض الوضعيات، يحط هذا الملخص قدامه ويقدر يحل التمرين بكل سهولة، معناها خلاص راهو فاهم، لكن يعاود يسترجع المفاهيم تاعو من خلال هذا الملخص الرائع. كل مقطع راح تلقاو ملخص تاعو، كذلك التمارين تحت تلقاو فيها صور يعني تجلب الانتباه، شوفوا هكذا، وكذلك حتلقاو وضعيات إدماجية. هذه الوضعيات إدماجية يعني من دراسات حقيقية، دراسات جديدة، يعني خرجنا شوية من داك النمط اللي نصيبوه دائما في النماذج الاختبارات ويتعاودوا ويتعاودوا، راح يكون دائما في إطار الكفاءات المستهدفة، لكن بوضعيات كما قلت لكم يعني من دراسات حقيقية وموجودة في أرض الواقع. لاحظوا معايا هنايا، عندنا مثلا في المقطع الأول راح تلقاو تقريبا 20 وضعية إدماجية، 20 وضعية إدماجية من المقطع الأول، من الفصل الأول، لاحظوا. ثم يجيكم المقطع التعلمي الثاني، فيه كذلك هنا لاحظوا الملخص أهم ما جاء في المقطع. من بعد حيجيكم تمارينات بالإضافة إلى وضعيات إدماجية. كتاب ولا أروع. وفي الأخير هنا راح تلقاو الحلول، لاحظوا الحلول بطريقة رائعة، وكذلك مع احترام منهجية كتابة الإجابة في العلوم الطبيعة والحياة. كتاب ولا أروع، ننصحكم به، أكيد راح يعني أكيد راح يتحسن مستوى التلميذ باستعمال هذا الكتاب. كتاب نجباء التحدي الثانية متوسط علوم الطبيعة والحياة، سهام حداد من دار التحدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.